قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول ليس في قلبي أدنى شك في مشروعية المسح على الخفين. والحسن البصري يقول: سمعت 70 من الصحابة يروون المسح على الخفين. والآثار في مثل هذا كثيرة تدل على ثبوتية المسح على الخفين.